نبدأ بكابتن عمر، هل المصري يستطيع أن يفوز ببطولة الدوري هذا الموسم؟ أنا مش بتكلم من فراغ، أنا بتكلم أقوى خط دفاع ما دخلش فيه ولا جول في 4 أسابيع، 2 أكتر أقل لأن من النادي هم ناديين بس اللي لم يخسروا أي مباراة حتى الآن، الأهلي والمصري عنده أرقام، مسجل عدد أهداف رائع جدا، يقدر يكمل مصر وياخد بطولة الدوري؟ في الدوري الاستثنائي ده وانا اصلا ليا راي في هذا الدوري 25 لكن واقع انا شايف انه مش شرعي، لان الدوري الشرعي انت بتلاعب الفرقه في ملعبك وخارج ملعبك. طب ماشي، ما انت لو جيت من ضمن التسعه الماتش الثاني هيبقى على ملعبك. لا انا بقول لازم تلعب كله الفرقه، لكن واقع احنا شغالين فيه يعني. اوكي، فبقى يعني انا قلت حتى قبل كده ممكن تحصل مفاجآت، واتمنى ان الفريق يعني اي فريق غير اهلي وزمالك يخرج عن القاعده شويه. لكن المصري ممكن ياخد دوري مع علي ماهر؟ هو قادر ينافس، لكن النفس لو النفس والنادي الاهلي والزمالك هل هيسمحوا بكده؟ انا اعتقد المصري ممكن يبقى يعني برضه في المربع الذهبي، لان المصري برضه احنا بدري قوي، وفي نفس الوقت عنده مشاكل دفاعيه على فكره رغم انه ما دخلش فيه ولا جون، وهو متصدر الدوري رسمي. متصدر الدوري رسمي 4 مباريات لسه، محدش يعني ليه مؤجلات ولا حد ليه مش عارف ايه. ودي حاجه كويسه على فكره الحقيقه يعني. فانا شايف ان المصري يقدر ينافس، لان علي السنتين اللي فاتوا الحقيقه. طب ممكن اضيف لك حاجه، ان انت غلبت الاثنين المنافسين اللي معاك، انت غلبت بيراميدز وغلبت الزمالك. ما دي المشكله. مشكله كل لعيبه مصر قصاد اهلي وزمالك وبيراميدز دلوقتي، كان فاروق عارف طبعاً. طبعا يعني تلاقي تركيز ايه، فرصه ليهم. البنك الاهلي عنده نقطه ولا نقطتين، منهم نقطه من الاهلي يعني، لكن الفرق اللي في المتناول هي اللي بتخسرك يعني. نادي الاتحاد ما كانش اول دوري، 3 ماتشات جه خسر في ملعبه من الجيش، والسنه اللي فاتت واللي قبليها اللي بعد نادي الاتحاد على المربع الذهبي مثلا خسر حوالي لا يقل عن 16 نقطة في اسكندرية كابتن فاروق من فرق وسط الجدول اللي هم المنافسين المباشرين بتوعه، وفي ناس نزلت. وبالتالي أنا شايف طبعا علي يقدر ينافس لكن ما ياخدش الدوري. صعب صعب، وإن كنت أتمنى. كابتن فاروق أتكلم على الاستمرار برضو، البطل هو المستمر يعني، البطل مش. طب ليه احنا مش شايفين ان علي ماهر يقدر يستمر؟ علي ماهر لازم ليه التحيه والتقدير، وان علي ماهر من المدربين اثبتوا وجودهم في السنتين اللي فاتوا دولت. مظبوط، غيرنا شكل المصري بشكل كبير، بيأدوا اللعيبه، تحس ان في فكر موجود في الملعب، شخصيه مدرب موجوده في الملعب. ده حقيقي، فده يتحسب لعلي ماهر. طب زي يعني في مدربين بيتحسب لهم ان هو غيروا من الاداء، من شكل الفرقه، وعلى راسهم في الفتره دي علي ماهر. لكن هل المصري عنده القدره؟ هو الاهلي والزمالك ليه البطل دايما اتكلم عنه؟ هو الاستمرار في الاداء، في النتيجه، في الدافع، في ان هو عايز يخلص المباراه باي طريقه، ما يعرفش حاجه اسمها تعادلت ولا خسرت، يوم ما بيتعادل كان يوم حزين عنده، لكن هو بيبقى زي التعادل بيبقى طعم الخساره، حزين عنده، لكن هو اتعود. ودايما قيمه اللعيبه وقيمته الماديه لا بتختلف عن كل اللعيبه اللي في كل الانديه يعني، بتكلم على بيراميدز والاهلي والزمالك، دولت الشخصيه بتاعتهم البطوله، طول ما انت بتاخد بطوله فانت او الناس جماهيره بتسنده. بيراميدز ممكن ياخد دوري لو الاهلي والزمالك ما عندهمش الاراده، يبقى في ثالث هياخد دوري، لكن الاهلي والزمالك حتى لو في اخفاق شويه او هبوط شويه هتلاقيهم رجعوا تاني بالجماهير، الاعلام، كل ده هيبقى دافع ليهم ان يرجعوا تاني. كان محمد عمر بيتكلم دلوقتي على اتحاد اسكندري، اتحاد اسكندري السنه اللي فاتت كان هو اقرب فرقه تروح للبطوله الافريقيه في الدور الاول، كان ماشي الدور الاول عالمي مع كابتن طارق العاشر، لكن دور دايما على طارق العاشر، وبعد كده طارق العاشر ماشي، خلي بالك ماشي. ليه انت بتكلم دايما على الاستمراريه؟ ان النادي الاهلي السنه اللي فاتت كان مدرسه للموضوع ده، النادي الاهلي كان متاخر جدا في النتائج، لكن النادي الاهلي اما ركز في الدوري العام خد الدوري العام. فالزمالك اما ركز في ان هو يروح على الكونفدراليه خد الكونفدراليه. دي قيمه الاهلي والزمالك. طبعا معاهم جماهيرهم طبعا العظيمه دي، معاهم مثل الاعلام بتاعهم، عندهم انتماء. اللي بيقلدهم دلوقتي في الشغل وهو محتاج بس جماهير هو بيراميدز. لو بيراميدز عنده الشعبيه والجماهير انت عارف. برضه هسالك نفس السؤال، بيراميدز ممكن ياخد دوري؟ ممكن لو الاهلي والزمالك في اخفاق بيراميدز ياخد الدوري. بيراميدز ممكن ياخد دوري يا كابتن عمر؟ لا
مش السنه دي. هو ياخد الدوري بعد 20 سنه من وجوده؟ لا لما يجي له جمهور. طب ودي هتعملها ازاي؟ ما هو دي حقيقه اللي بيقوله عمر. طب انت هتعملها ازاي دي حقيقه؟ صح احنا نحسها كانديه شعبيه وكلاعيبه. كانديه شعبيه. الجمهور بيحاسبك. الجمهور بيحاسبك. بيحاسبك اول باول. وبالتالي انت على طول متحفز، على طول عايز تكسب. زي ما قال كابتن فاروق، اهلي وزمالك ليه بيكسبوا على طول حتى لو تعرضوا لاخفاق؟ في محاسبه وقتيه سواء من الاداره سواء من الجماهير. ومحاسبه الجماهير صعبه أصعب جدا. حاجة. طبعا اصعب حاجه. اعتقد بيراميدز عنده قوام يقدر ياخد بيه دوري، لكن محتاج جماهير فعلا زي ما قال كابتن فاروق.